طيب معلش بس عشان انا ما عنديش وقت والتفاصيل هنا كتير، خلينا نسمع من الاستاذ رمضان عبد الله عضو اتحاد تنس الطاوله. استاذ رمضان، فين المشكله برضو؟ يعني ايه قصه ياسين؟ مساء الخير مدام مساء نميس. النور. اولا يعني الكلام اللي قاله ولي الامر انا مش فاهمه، يعني هو حضرتك دي امور فنيه ولا بالظبط، امور ما شخصيه؟ انا مش عايزه اخش في اه الامور الفنيه ولا الشخصيه، لان انا بالظبط، فاحنا بنتكلم دلوقتي في مباراه وبعديها مباراه الفرق، اللي هو الولد ما كانش ياسين ده ابننا، وكل دول ولادنا، ما فيش كلهم على مسافه واحده يا مدام نميس. نعم دول منتخب مصر بيحملوا اسم مصر، المدرب ده مدرب منتخب مصر وغيره، والمدرب الثاني اشرف عباس، كلهم يا فندم تحت اسم مصر. يبقى انا ما عنديش تفرقه بين اي لاعب ولاعب عشان اخلي ده يلعب فايتر ولا ده واحد ولا اثنين، دي رؤيه فنيه بحته للمدير الفني. انا اقول لحضرتك حاجه، هو في مدير فني عايز يخسر يا فندم؟ أكيد، يعني لا طبعا، أكيد لا، لان ده اسم مصر ودي مسؤوليه كبيره. اسم مصر طيب واسمه هو بالظبط كمدير فني كمان. الله ينور على حضرتك. يبقى هو حتى كمان السي بتاعه ده راجل حقق الذهبيه في بطوله افريقيا للناشئين. يبقى هنا مفيش شخصنه في الامور. يعني كل ما حصل ان الولد ياسين ده بطلنا وابننا، اللي كان عنده ماتش هو اخفق، الفني شايف الرؤيه الفنيه بتاعته ان هو ما يلعبش مباراه الزوجي اللي بعديها. كل اللي حصل ان الولد لما لقى نفسه استبعد من مباراه الزوجي اللي بعديها راح كاتب اعتذار وقال انا نفسيتي او مش نفسيتي او كده انا مش هقدر العب الفرد. يا فندم الولد اعتذر بعد قرعه المنافسات الفردي ما اتحطت القرعه. فطبعا عشان ان هو ما يلعبش الفرد دي مشكله كبيره. طبعا عشان انا استبدله بلاعب تاني اضطريت ارجع للجنه المنظمه، واللجنه المنظمه قالت لازم ناخد موافقه جميع الفرق. طبعا نيجيريا رفضت، راح الرئيس البعثه عندنا اتكلم مع الوفد النيجيري وقعد يتكلم معاهم مناقشات كبيره عشان يسمحوا لنا ان احنا نبدل ياسين الصرفي بلاعب تاني، لاعب يوسف احمد. فطبعا يا فندم احنا بنتكلم على امور فنيه مش اتحاد ورئيس والاتهامات دي. هذا دي مش مجالها هنا. انا مش عايز اخش في الامور دي لان دي امور جدليه. احنا بنتكلم على اعتذار اللاعب. هل في اتحاد بيضطهد ولاده يا فندم؟ مش معقول. احنا بنفتخر بيهم يا مدام لميس، احنا بنفتخر طب بيهم. طب طب استاذ صرفي، الحقيقه كلام استاذ رمضان يبدو منطقيا، يعني ايه اللي خلى ياسين يقدم اعتذار عن اللعب الفردي؟ لان هو كده حط المنتخب كله في وحط الاتحاد في مأزق، يعني ليه ما لعبش الفردي؟ استاذ صرفي. ايوه يا فندم معاكي. ايوه، ليه ياسين قدم اعتذار عن اللعب الفردي؟ ما انا اديني الفرصه اشرح لك اللي حصل يا من فندم غير ما ادخل في قضايا فنيه من فضلك. مفيش قضايا فنيه، المدرب الفريق قام شاله من بطوله الزوجي والفردي، وبعد ما شاله من الفردي اتنبأ ان الولد ليه تصنيف وهيضيع تصنيف فراح مرجعه تاني وهدده، قال له لو ما لعبتش عدل مش هتلعب تاني باسم منتخب مصر. فالولد قعد 24 ساعه انا ما اعرفش عنه حاجه، كلمني قال لي بابا انا خايف العب، انا مش عارف العب تحت الضغط دوت. قلت له ما تضيعش فرصه والحق قبل القرعه، وبعت الكلام ده بواتساب لرئيس البعثه رفض يرد عليه، تمام؟ وقلت له في مشكله عند ياسين وادي اعتذاره، لو مش هتحلوا المشكله الحقوا حطوا البديل. طيب ايه المشكله اللي مع رئيس الاتحاد يا فندم؟ رئيس الاتحاد بعد ما نجح في الانتخابات كان ياسين مرشح يكمل برنامج تبع الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد كان على خلاف مع الاعضاء اللي نجحوا قفل الاتحاد 4 شهور. حضرتك انا طلع لي جواب لسفر ياسين قبل سفر النمسا ب4 ايام، تخيل حضرتك واحد دي بعثه رسميه في الاتحاد الدولي مطلوب تاشيره شنجل قبلها ب4 ايام. قعدنا 4 شهور الاتحاد مغلق مش عارف اوصل لحد. الاستاذ رمضان نفسه هو والكابتن عصام مرفوع عليهم قضيه في اللجنه الرياضيه في المحكمه الرياضيه بعزهم وتحويلهم للنيابه لان اوراق ترشحهم غير سليمه، تمام؟ وللاسف الكابتن معتز قدر ان هو يطلع عليهم. طيب ما يعني معلش بس خلينا نرجع تاني استاذ رمضان، غير اوراق ترشحكم والكلام ده، هل انتوا لما بيكون عندكم ولد لاعب عنده ازمه نفسيه، هل ما فيش هنا طبيب نفسي؟ هل ما فيش حد بيتكلم مع الولد؟ هل ما فيش حد هنا؟ انا رايي ان دي اهم جزء، ان هو لو الولد خايف ان انتوا تتعاملوا معايا بشيء من الرفق يعني. لا مدام لميس معلش اسمعي لي حضرتك، طبعا انا بختلف مع ولي الامر
الاستاذ صرفي في اللي قاله اوراق ترشح مش اوراق ترشح، هو ملوش دعوه بالكلام ده خالص، ده ولي امر، فعيب ان هو يتكلم في الحاجات دي. دي يعني حاجات مش قصتنا دلوقتي. مش سلطتنا ولا مكاننا ولا طيب. هو بيصطاد وده مش مكان النقاش ده خالص، وهو قدام منبر حضرتك قاعد بيتكلم في حاجات وبيخبط في لا خليني بس ارجع تاني لقصه يعني التعامل النفسي مع الولد. هو لما يهاجم الاتحاد ورئيس الاتحاد هو كده بيفيد الولد؟ احنا مفيش شخصنا، ما عندناش مشكله مع الولد، ومش هناخد الولد بمشاكل باباه على الصفحات بيهاجمنا، واحنا ما عندناش مشكله خالص. الولد هو موجود، سافر بطوله افريقيا عهد المجلس ده السنه اللي فاتت وموجود وحقق مع المنتخب وشارك كاس وكان كويس. السنه دي هو في الماتش ده ما كانش موفق، فطبيعي ان المدير الفني يبدله. اقول لحضرتك حاجه، لو مدير فني لفريق كوره وعنده لاعب يا فندم مش موفق في المباراه، هيعمل فيه ايه؟ هيخليه ولا هيبدله؟ هيبدله مدام لمين، صح ولا انا بتكلم غلط؟ صحيح صحيح. هو ده اللي حصل، موضوع فني بحت. اما بقى الشخصنه اللي بيقولها الاستاذ الصرفي دي، اضطهادات واوراق ترشح، كل الكلام ده حضرتك يعني ايه؟ طيب يعني استاذ صرفي انت ايه طلباتك دلوقتي؟ حضرتك انا عايز اول حاجه التحقيق اللي حصل وتقرير رئيس البعثه عن الماتش دوت، تمام؟ الوزير وهو على علم في كل مشاكل ياسين، تم اجبار الولاد باوراق غير صحيحه بالتسجيل لاحد الانديه لصالح رئيس اسباب عدم اشتراك ابني في بطوله الهوبز العالميه. طيب وعدم سفره. هل انتوا هتحققوا في الموضوع ده يا استاذ رمضان؟ بص يا مدام لميس، حضرتك بيجي لنا تقرير رئيس البعثه. تمام. تقرير رئيس البعثه بيعرض على مجلس الاداره فن. تمام. ولو في اللاعب اخطا هيتحاسب، ولو المدرب عنده حاجه احنا برضه بنحاسب. فحضرتك ده مجلس اداره منتخب هو اللي بيدير اللعبه. خدت بال حضرتك؟ انا بس يعني حاجه اخيره يا فندم، احنا ما عندناش، احنا كلنا على مسافه واحده مع كل اللاعبين. طيب. الكلام اللي بيقوله والد ياسين الصرفي، الاتهامات اللي هو بيقولها دي احنا مش حاطينا خالص في اعتباراتنا، احنا ماشيين في اتجاهنا في اتحاد الطاوله، عندنا دوره باريس 24 وعايزين نعدلها، عندنا هنا جوده، عندنا عمر عطر، حضرتك احنا واخدين تاسع العالم كفرقة، خامس اولمبياد، انجازاتنا يا فندم بتتكلم عننا. ما هو هنا جوده برضو كان عندها مشكله يا استاذ رمضان. حضرتك انا معلش تديني اقل طب من دقيقه موضوع سريعا بس عشان وقت خلص. لا يا فندم، هنا جوده يا فندم اعتذرت عن بطوله افريقيا. هنا جوده كل هي اللي قدمت اعتذار يا فندم. الناس السوشيال ميديا والاعلام تناول الموضوع، انا اسف، بالخطا من غير ما يسمع الطرف الثاني. حضرتك في اعتذار مقدم من والده اللاعبه هنا جوده الدكتوره رضوى. ايوه ليه؟ علشان هي مش يعني شايفه انها توفر مجهودها ليه، واوريدي هي تاهلت، ولا علشان قصه المدرب؟ يا فندم المدرب، يا فندم هشام اسماعيل المدرب ده ما بيسافرش معاها كل البطولات. هشام اسماعيل ما بيسافرش، هذا يا فندم كان افضل لها ان هي تلعب في بطوله الذهب. هي كانت من وجهه نظرها كانت دي بطوله سيدات وليها تصنيف وليها نقط، وبطولة الناشئين بتاعت افريقيا اللي في المغرب الاربعه اللي وصلوا النهائيات مصريين زي مصريات. فبالنسبه لنا وجود هنا ده حاجه كبيره واضافه وايقونه زي محمد صلاح الكوره كده فاهم. طيب. احنا عندنا هنا وجود ايقونه عندنا، فهي الناس فهمت الموضوع غلط. شكرا. طيب وقتنا انتهى. شكرا استاذ رمضان عبد الله عضو اتحاد تنس الطاوله، وشكرا والد ياسين الصرفي يا استاذ محمد الصرفي.